هذا وقد ترأس كل من وزير الخارجية ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا وفدي بلديهما خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المنعقدة بالقاهرة. أطلق الوفدان حوارا شاملا لتبادل الرؤى حول مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل نواحي متعددة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي البيان الختامي للجنة أكد الوزيران الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.